رجل أوصى قبل وفاته بأن يقال خلف جنازته لا إله إلا الله كما يفعلون اليوم عند كثير من الجنائز، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه بدعة. أن يتبع الجنازة ما يرفع صوته لا بلا إله إلا الله ولا بغيره، لأن هذا لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من عمل السلف الصالح أنهم يرفعون أصواتهم بالتهليل، أو إنما يتبعونها بسكينة، ومن أراد يدعو للميت يدعو له بدون رفع صوت، يدعو للميت بدون رفع صوت. إنما تقال لا إله إلا الله عند المحتضر قبل خروج روحه، قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تقال عند المحتضر من أجل أن يتلفظ بها، تكون خاتمة لكلامه. أما إذا مات فلا يقال عنده ذكر ولا قرآن، إنما يدعى له ويكون ذلك سرا. نعم.